بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التجربة المغربية في مجال مواجهة التطرف بقيادة مولانا أمير المؤمنين أيده الله تتميز بكونها تجربة متعددة الأبعاد، فهي تظهر بين المقاربة الأمنية الاستباقية والوقائية، وبين المقاربة العلمية التي تغوص في المضامين تفككها وتنظر في حيثياتها ثم تعد الخطاب البديل، والمقاربة الاقتصادية التنموية والتي تجسدها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأيضا المبادرة التكوينية لإعداد الأطر الذين يستطيعون الاشتباك اليومي مع هذه الظاهرة ومع هذا الخطاب، ليس فقط على أرض الواقع وإنما أيضا بالإضافة إلى ذلك على خيوط شبكة الإنترنت في كل مواقعها، فيسبوك أو فيمو أو واتساب أو إنستغرام أو غيرها، والتي تأتي بعض الأيام التي تضخ فيها أزيد من أو يضخ فيها أزيد من 90,000 رسالة، 90,000 رسالة لكل مضمونها ولكل شبهها، والتي لا بد من النظر إلى مجموعاتها لمواجهتها وتفنيد الشبهات الموجودة فيها. ولذلك كان البعد الرابع الذي هو بعد الرصد والتتبع بالإضافة إلى تكوين الموارد البشرية، كل هذا في تضافر بين المؤسسات التي تشتغل في هذه المجالات جميعها وتعاون منها، بحيث التكامل الذي بفضل الله تعالى تيسر في هذه المملكة المباركة بقيادة مولانا أمير المؤمنين، أعطى لهذه التجربة الرائدة تميزها وجعل كثيرا من البلدان تروم التعاون مع المملكة المغربية بهذا الصدد. لا يمكن أن ننسى ولا أن نغفل عن البعد الأصيل والأثيل الذي هو بعد الهوية المغربية، والتي انبنت لبناتها لبنة عبر القرون حتى أعطت هذه الشخصية التي لها حصانتها القوية، والتي لا يمكن أن ندعي أنها سوف تصمد في كل الأحوال، لأن كل الهويات تحتاج إلى أن تتم تقويتها اعتبارا لسنة توالي الأجيال، فهو عمل مستدام أشرفت عليه المملكة المغربية أيضا بقيادة مولانا أمير المؤمنين في هذه المقاربة سداسية الأبعاد، أي سارية العماد، مؤسسة إمارة المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى الذي يعنى بالفتوى وبالإرشاد، والرابطة المحمدية للعلماء التي تعنى بالبحث وبالاستشراف، والجامعة القرويين التي تعنى بتكوين الموارد البشرية بكل معاهدها، وأيضا هذا البعد الروحي الذي يحصن والذي يعيد التذكير بمدخل الجمال بالإضافة إلى مدخل الكمال، وكذلك البعد التنظيمي المتمثل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. التناسق بين الجهود هو الذي يعطي لهذه التجربة تميزها.